ونقدمها لكم مباشرة من قناة العيون بعدما تابعنا إعادة للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد الأعرش. نشرة أخبار المساء وبدايتها بأبرز عناوينها. جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة في الذكرى 16 لاعتلائه العرش. وبمناسبة عيد العرش المجيد، الأقاليم الجنوبية تعرف عددا من الأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى. وعلى امتداد السنوات الأخيرة، مشاريع تنموية مختلفة رأت النور بالأقاليم الجنوبية وأخرى في طور الإنجاز. إلى تفاصيل. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي اليوم ذكرى عيد العرش المجيد، وبهذه المناسبة المجيدة وجه جلالة الملك خطابا ساميا للأمة. قراءة في بعض مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس اليوم إلى الأمة في تقرير لعياد السبتي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. بنبرة صادقة صارمة لكنها دقيقة تميز الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة رصد وتشخيص للأوضاع والمعضلات التي يضعها جلالته في مقدمة انشغالاته من أجل خدمة المواطن، كالظروف القاسية التي تعيشها فئات اجتماعية بالمناطق النائية والصعبة، تعبير صادق عن الالتحام مع أفراد الشعب وإحساس عميق بقضاء قضاياه وانشغالاته وهمومه. فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا ليس له حدود، فكل ما تعيشونه يهمني، ما يصيبكم يمسني وما يسركم يسعدني وما يشغلكم أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي. ومن هذا المنطلق لا بد من إجراء وقفة للتوصل إلى حلول جديدة كفيلة بجعل هذه الفئة تلحق بالركب وتندمج في الحياة الوطنية. لذا جعلنا من صيانة كرامة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمبادرات التنموية. فإقامة المؤسسات على أهميتها ليست غاية في حد ذاتها، كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين. ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإنما يحز في نفسي تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل. كما دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إصلاح منظومة التعليم باعتبارها قطاعا مصيريا، إصلاح يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية لتقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب بعيدا عن الأنانية وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة. في سياق الإصلاحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة المواطن، يظل إصلاح التعليم
إمادة تحقيق التنمية ومفتاح للانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحسين الفرد والمجتمع من آفات الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق. لذا ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. ولهذه الغاية كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا. ولفى بما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، نطرح السؤال: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟ وهنا يجب التحلي بالجدية والواقعية والتوجه للمغاربة بكل صراحة. لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة رغم تكاليفها الباهظة؟ الجواب واضح: لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي وتعلم اللغات ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية. وخلافا لما يدعيه البعض، فالانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس سيساهم في إغنائها، لأن الهوية المغربية ولله الحمد عريقة وراسخة وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا. وعلى غرار المواطنين بالداخل، استحضر جلالة الملك الانشغالات الحقيقية لأفراد الجالية المغربية بالخارج بلغة صارمة وحازمة لا تحتمل التأويل. لقد وقفت خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة. وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، بل إن عدد منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في معاملتهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. فبعض القناصلة وليس الأغلبية ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الأجال أو بعض العراقيل الإدارية. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية وبنموذجه التنموي المجتمعي. وشدد جلالته على أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء أبانت عن صواب موقف المغرب على المستوى الأممي. فإن المغرب كشريك مسؤول ووفي باتساماته الدولية لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه العليا، كما لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية ونموذج مجتمعي، ولن يقبل بأي محاولة للمس بمؤسساته أو كرامة مواطنيه. وبخصوص قضية وحدتنا الترابية، فقد حددنا في خطابنا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بطريقة واضحة وصريحة مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية على الصعيدين الداخلي والدولي. وقد أبانت التطورات التي عرفتها هذه القضية صواب موقفنا على المستوى الأممي وصدق توجهاتنا على الصعيد الوطني، حيث سيتم بعون الله وتوفيقه الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية للمملكة. غير أن هذا لا يعني أننا طوينا هذا الملف، بل على الجميع مواصلة اليقظة والتابعة من أجل التصدي لمناورات الخصوم ولانحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي.
وفي ختام خطابه السامي أوصى جلالة الملك كافة أفراد الشعب المغربي بصيانة الهوية المغربية الأصيلة وبالتمسك بالمذهب السني المالكي وبالقيم الروحية والإنسانية وبالتقاليد والقيم الحضارية القائمة على التسامح والاعتدال، معتزا بدينه وبانتمائه للوطن. وخير ما أختم به خطابي لك شعبي العزيز أن أذكرك بصيانة الأمانة الغالية التي ورثناها من أجدادنا، وهي الهوية المغربية الأصيلة التي نحسد عليها. فمن واجبك الوطني والديني الحفاظ على هويتك والتمسك بالمذهب السني المالكي الذي ارتضاه المغاربة أبا عن جد. ولا تنسى لماذا ضحى المغاربة بأرواحهم في الحرب العالمية الأولى والثانية وفي مختلف بقاع العالم، ولماذا نوفي جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. لقد كان ذلك من أجل نصرة القيم الروحية والإنسانية التي نؤمن بها جميعا، كما نحارب اليوم ضد التطرف والإرهاب. فهل هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدنا وقيمنا الحضارية القائمة على التسامح والاعتدال واتباع مذاهب أخرى لا علاقة لها بتربيتنا وأخلاقنا؟ طبعا لا، فلا تسمح لأحد من الخارج أن يعطيك الدروس في دينك، ولا تقبل دعوة أحد لاتباع أي مذهب أو منهج قادم من الشرق أو الغرب أو من الشمال أو الجنوب، رغم احترامي لجميع الديانات السماوية والمذاهب التابعة لها. وعليك أن ترفض كل دوافع التفرقة، وأن تظل كما كنت دائما غيورا على وحدة مذهبك ومقدساتك، ثابتا على مبادئك ومعتزا بدينك وبانتمائك لوطنك. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأقاليم الجنوبية، وبعد تحية العالم الوطني صباح اليوم، أنصت السادة الولاة والعمال مفوقين بالمنتخبين وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وفعاليات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية وجمهور غفير من الساكنة، أنصتوا لمضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة تربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. السلام عليكم.
كنت منتدى وحما جماعي من أي خدمة مواطن وتشعر بأنها مهمشة لرأس الوطن، وكما حجب الخصاص المتراكم منذ العهود. فيما يلي بعض التصريحات لفعاليات من مختلف الأقاليم الجنوبية تثمن مضامين الخطاب الملكي السامي. نتابع. هذا الخطاب كان مهم، جاء بعدة مرتكزات من جملتهم الفئات المهمشة التي تعيش في المناطق النائية، وهذا دليل على ما قال جلالة الملك في كلمته: من يسوكم يصيبني، وهذا عناية خاصة لجلالة الملك بهذه المناطق. استحضار في هذا الخطاب، خطاب صاحب الجلالة نصر الله، هموم الشعب المغربي وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. من هذا تطرق صاحب الجلالة نصر الله إلى تنزيل الحكم الذاتي والجهة الموسعة. بالنسبة للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 16 لتربع صاحب الجلالة على العرش، خرج بياسر من التوصيات، منها مسألة جنوب، وتطرق للجالية المغربية بالخارج وللأقاليم الصحراوية، أعطاها ياسر من الأولويات. كانت الجهوية الموسعة من أهم النقط الأساسية التي ركز عليها الخطاب، تطبيقها وتفعيلها بالموازاة مع المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية التي ولله الحمد تعرف نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية على كافة الأصعدة. الخطاب الملكي السامي للذكرى 16 لاعتلاء صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين كان جد هام، خصوصا فيما يتعلق بالنقطة التي جاء بالجهوية المتقدمة والنموذج الأقاليم الصحراوية التي أشار صاحب الجلالة على أنها إن شاء الله تعالى ستكون حل شامل للمشاكل التي تعاني منها الأقاليم الجنوبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. هذه المناسبة تم تطرق إلى مجموعة من النقاط الهامة اللي تعني المواطنين وخصوصا التنمية في الأقاليم الجنوبية من خلال تفعيل الجهوية الموسعة. من خلال خطابه تطرق إلى مجموعة من المشاكل التي يواجهها ويعاني منها بعض فئات الشعب المغربي القاطنين أو المتواجدين بالمناطق الجبلية الريفية وكذا المناطق الصحراوية والقاحلة. أبرز صاحب الجلالة مدى اهتمامه الكبير بهذه الفئة من الشعب المغربي بالمواطنين المغاربة، كما تطرق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى اهتمامه الكبير بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبدا اهتمامه بالمشاكل التي تعاني من هذه الفئة من المواطنين، وكذا سهره على إيجاد الحلول اللازمة من أجل الحد من هذه المشاكل. وقف على أن التنمية ستعرف إن شاء الله انطلاقة أيضا جديدة، وذلك خاصة التنمية البشرية انطلاقا من المكتسبات السابقة والتركيز أكثر على الفئات الأكثر تهميشا والأكثر فقرا، وذلك من أجل الإقلاع بهذه المناطق التي هي في حاجة وفي خصاص إلى مجموعة من البنيات. التركيز على ضرورة الإصلاح الجوهري للتعليم باعتباره هو مستقبل هذه البلاد، وبالتالي فجلالته ركز على ضرورة تقوية تدريس اللغات وضرورة الاهتمام بالتخصصات العلمية. الإنجازات على الأرض كبيرة ولله الحمد، منذ توليه على العرش قام بإصلاحات كبيرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإنجازات في البنية التحتية. فيما يخص ملف الصحراء، أشار نصره الله إلى أن تطبيق الجهوية الموسعة والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سيبتدئ قريبا، وهي إشارة قوية منه نصره الله أن هذا النموذج التنموي هو الحل الوحيد، والتنمية هي الحل الوحيد لقضية الصحراء. حل الأمور كلها
وقال اعطى الوزير الداخليه باش يدير له جرد شامل على شنو هما النواقص اللي مازالت ناقصه الاقاليم والقرات والدواوير، واعطاه العدد اللي هي 24 الف دوار كنظن، ورصد لها مبلغ مهم 50 مليار ديال الدرهم، وهذا من اهم سميتو باش تكون يعني اصلاحها. بالنسبه للخطاب اكد على مجموعه من النقاط الاساسيه وما يخص مبادره التنميه البشريه، مشكل التعليم كذلك، مشكل الجاليه المغربيه القاطنه بالخارج، وقضيه الصحراء. فيما يخص قضيه الصحراء اكد كباقي الخطب الماضيه تأكد جلالة الملك على أولا التشبث بقضية الصحراء، بين قضية الصحراء قضية وجود وليست قضية حدود. في هذا الخطاب الآن تقريبا خارجة مجموعة من الأمور اللي نحن كساكنة ديال الأقاليم الجنوبية تفرحنا أكثر، هو على كل حال التمسك، وهذا ما هو جديد، التمسك بقضية الوحدة الترابية والوطنية للبلاد، ثم تنزيل الجهوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذلك الاهتمام بالمناطق النائية، وهذا كله نحن على كل حال فرحانين به. عشرية وست سنوات إذن من العمل في شتى المجالات أثمرت إنجازات منحت المغرب ريادة خصوصا في الجانب الديني، ففي وقت لا زال فيه العالم يتقصى الحلول لمواجهة التطرف بات المغرب مصدر النجاة لتلك الدول بوسطيته واعتداله. تقرير فاتح لمين. حالة دينية فريدة، 16 عاما من العمل والإنجاز نجحت في التوفيق بين المشروعية السياسية والشرعية الدينية. 16 عاما من العمل جعلت المغرب البلد المسلم الوحيد الذي تطلب منه دول عربية أفريقية وغربية تقديم خدمة نظرية وعملية في تدبير الشأن الديني، خصوصا في الفترة ما بعد اندلاع الحراك العربي. الإسلام في المغرب كان ولا زال طيلة قرون إسلاما وسطيا معتدلا، هكذا كان ولا زال، ومن هنا دعوة جلالة الملك اليوم في خطابه للشعب: لا تسمحوا بإعطائكم دروسا في الدين من الخارج، إذ الهوية المغربية هوية الاعتدال والوسط القائمة على التسامح بمذهب سني مالكي ارتضاه المغاربة أبا عن جد، لتكون الريادة في الاعتدال والوسطية مغربية استحق بها المغرب في شخص جلالة الملك جائزة الشيخ إبراهيم نياس للسلام. فإذا كانت القضايا الاقتصادية تحظى بأهمية خاصة في مختلف الجولات التي قام بها جلالة الملك إلى أفريقيا، فإن الجانب الديني ما فتئ يتقوى بدوره مع تنامي التهديدات الإرهابية بالقارة السمراء والعالمين العربي والغربي. ليتفرد المغرب بمبادرات هامة في المجال الديني هدفها الإسلام المعتدل والتسامح الديني. أهم تلك المبادرات برنامج التكوين لفائدة الأئمة المغاربة والأجانب، برنامج يروم بالأساس محاربة التطرف، فضلا عن تدشين معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. صرح تبلغ طاقته 1000 مقعد استقبل 700 طالب وطالبة، من بينهم 250 طالبا مغربيا و450 طالبا أجنبيا، 212 من دولة مالي و37 طالبا تونسيا و10 طلاب من غينيا وكوت ديفوار، فضلا عن طلبة يمثلون فرنسا. مبادرات تهب المغرب الريادة، ففي وقت لا زالت فيه العديد من الدول العربية والإسلامية تتقصى الحلول لمواجهة الإسلام المتطرف، فإن الرباط أضحت تكرس لنموذج مغربي في المجال أصبح يحتذى بل ويدرس. وتخليدا لذكرى عيد العرش المجيد، وبالداخل أشرف والي الجهة بمعية مسؤولين مدنيين وعسكريين على زيارة ورش حديقة عمومية وإعطاء انطلاقة تعبيد طريق بالمتنزه الجهوي، إضافة إلى تدشين مقر جديد لإحدى الإدارات العمومية بالجهة. التفاصيل مع محمد التاروزي ومحمد يدس.
برنامج الأنشطة الرسمية المقامة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد استمر بالداخلة بزيارة ورش بناء حديقة عمومية مع تقديم عرض حول مشروع التهيئة الحضرية الممول من طرف بلدية الداخلة. وبعد تفاصيل خطية ورقمية أعطيت انطلاقة أشغال بناء الطريق المارة عبر المنتزه الجهوي. تم العرض ديال المشاريع اللي تنجزات واللي كتنجز في اطار ديال التهيئه الحضاريه اللي كتقوم بها بلديه الداخله خلال سنتي 2014-2015. كاين البرنامج الاول ديال التاهيل الحضاري اللي يشمل تهيئ الساحات والبلايات الاخيره وتعبيد الطرق والارصفه والمجالات الساحات الخضراء، وكاين المجال الثاني اللي هو المشاريع اللي دازت في اطار المبادره ديال التنميه البشريه بشارع الولاء. وبميزانية فاقت 14 مليون درهم تم تقديم معلومات حول المقر الجديد للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك، مشروع يضم عدة مكاتب ومرافق. المشروع الذي تم افتتاحه يأتي لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتيسير عمل الموظفين بهذه الإدارة العمومية. هذا المقر اللي كيلبي مواصفات جد عالية وحديثة، كذلك كيخلق واحد الجو حسن بالنسبة للعمل ديال الموظفين، وكذلك فإنه حتى كيخلق واحد السهولات والولوج بالنسبة لجميع المواطنين. مشاريع مختلفة رأت النور بالداخلة، ومنها ما ينتظر انتهاء الأشغال به لتوفير أجواء العيش الكريم للمواطنين مع تحسين الخدمات المقدمة لهم أيضا بالإدارة العمومية. وبأسى أشرف عامل الإقليم بمعية منتخبين وممثلي المصالح الخارجية على إعطاء الانطلاقة وتدشين مجموعة من المشاريع التي ستساهم في تحقيق تنمية محلية في كافة المجالات. مزيد من التفاصيل رفقة حيجب التامك ومحمد أو محمود شبكي. تخليدا للذكرى 16 لعيد العرش المجيد، أشرف عامل إقليم أصزاك رفقة الوفد الرسمي على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تهيئة وتوسيع المستشفى الإقليمي بأسا الشطر الأول، والذي يتكون من بناء مركز تصفية الدم ومصلحة طب الأطفال وصيدلية استشفائية وإدارة المستشفى. ويندرج هذا المشروع في إطار توفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع الهام وسد الخصائص الحاصلة في العديد من الخدمات والتخصصات الطبية على مستوى الإقليم. تشييد ديال هذا المشروع اللي فيه اللي غادي يعطي واحد الدعم للمستشفى وغيسد واحد الخصائص في مجال تصفية كلي الدم وتوفير هذه الخدمات إقليميا، كما أنه غادي يوفر مستشفى مركز لطب الأطفال، وغادي تكون إن شاء الله في الشطر الثاني غادي تكون إصلاح وتجهيز بعض الإدارات والمراكز. وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات للمواطنين وكذا الأطر الإدارية وتحقيق تنمية محلية، تم تدشين المقر الجديد للمجلس الإقليمي والذي يتوفر على العديد من القاعات والمرافق المجهزة بتجهيزات حديثة. وبنفس المناسبة أعطيت الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الطرقية بالإقليم وإصلاح أضرار الفيضانات، بالإضافة إلى إزالة بعض نقط القطع، مشاريع من شأنها حماية الشبكة الطرقية وإصلاح البنية التحتية بالإقليم. تم إعطاء انطلاقة أشغال تقوية وإعادة بناء ثلاث منشآت فنية على مستوى طريق الجهوي رقم 103 الرابطة بين أسا والزاك، إضافة إلى مجموعة من المشاريع بنقط متفرقة على جميع المحاور الطرقية اللي تابعة للإقليم بتكلفة مالية كتفوق 53 مليون درهم. مشاريع ومنجزات تم تدشينها بإقليم أصزاك احتفالا بذكرى عيد العرش المجيد، مشاريع ستمكن من خلق تنمية محلية على كافة الميادين والمساهمة في الرفع من الخدمات الصحية والاجتماعية وكذا الاقتصادية لساكنة هذا الإقليم.
وبطنطان وفي إطار الأنشطة المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد، وفي مسعى لدعم الخدمات الصحية بالإقليم وتعزيز الوسائل اللوجستيكية للمستشفى الإقليمي، اطلع عامل الإقليم على سير أشغال توسيع إعادة تهيئة هذا المستشفى خاصة قسم الولادة حتى يستجيب لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية. وبنفس المناسبة تفقد الوفد الرسمي مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك سعيا لرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى وتمكين الأطباء من أجهزة متطورة لتسهيل مهمتهم. إعادة تأهيل قسم الولادة، وهذه المناسبة كانت فرصة أخرى لتقديم بعض الأجهزة التي تم اقتناؤها عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية الأعمال الاجتماعية. تم اقتناء ثلاث أجهزة. الجهاز الأول هو عبارة عن منظار جراحي بالفرنسية كولون دو سيليو شيرجي. الجهاز الثاني هو عبارة عن أوتومات دو بيوشيمي لكي يمكن بإجراء عدة تحاليل. كانت واحد التحاليل كتعذر الإجراء ديالها في المستشفى الإقليمي. الجهاز الثالث هو عبارة عن أوتومات ديماتولوجي 18 بارامتر، يعني يمكن يدير 18 معطى بالنسبة للدم وما يتعلق بالدم. وفي غمرة الاحتفالات المخالدة للذكرى 16 لعيد العرش المجيد، أشرف عامل إقليمي بوجدور بمعية شخصيات مدنية وعسكرية وممثلي المجالس المنتخبة على إعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بعدد من شوارع المدينة. بريغينا العروسي ومحمد شرخ. ممثل السلطات المحلية والمنتخبون وفعاليات محلية مدنية وعسكرية وعدد من أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية يتقدمهم عامل الإقليم في تحية العلم صباح اليوم بساحة عمالة الإقليم. بعد ذلك توجه الجميع وسط المدينة وتحديدا إلى الحي الإداري لإعطاء انطلاقة تبليط وتكسية أرصفة الشوارع، مشروع تتجاوز تكلفته 1.5 مليون درهم وبتمويل الميزانية الإقليمية. وبتكلفة 800,000 درهم أعطى الوفد الرسمي الانطلاق لعملية التشوير العمودي بشارع الحسن الثاني، ويضم المشروع أشغال الحفر ووضع الأسلاك الكهربائية وإنجاز الإشارات المرورية والربط بشبكة الكهرباء وإنجاز علب للمراقبة. تمت إعطاء الانطلاق اليوم لمشروعين مهمين بمدينة بجدور. الأول يتعلق بتكسية جنبات الطريق والأزقة بالمدينة. هذا المشروع هم مجموعة من الشوارع الأساسية بالمدينة كزنقة خنيفرة وشارع طالب بويا وشارع المرابطين. تكلفة المشروع 1,500,000 درهم ممولة بالكامل من طرف الميزانية الإقليمية، كما وتهم تكسية جنبات الطريق بالريفسول. أما المشروع الثاني فهم التشوير العمودي بالشارع الرئيسي بالمدينة اللي هو شارع الحسن الثاني. التشوير هم 4 ملتقيات بالمدينة. تكلفة المشروع ناهزت 800,000 درهم. أوراش تنموية مهمة في طور الإنجاز تروم تعزيز البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مشاريع تكتسي أهميتها من خلال ملامستها لحاجيات السكان ومواكبة كذلك للتوسع العمراني الذي يشهده إقليم التحدي. نشرتنا الإخبارية متواصلة معكم من قناة العيون وفيها أيضا. على امتداد السنوات الأخيرة مشاريع تنموية مختلفة رأت النور بالأقاليم الجنوبية وأخرى في طور الإنجاز. نتوقف مع المحطة الطاقية بالطرفاية ومحطة تحليات مياه البحر ببجدور.
أهلا بكم. بطرفاية تم توزيع معدات وتجهيزات تتعلق بالأنشطة المذرة للدخل ومحاربة التهميش والتنشيط الثقافي، إضافة إلى بعض الإعانات التي استفاد منها بحارة قرية الصيد مقريو بمبلغ إجمالي قدره 500,000 درهم. هي نهضة تنموية شاملة إذن عرفتها الأقاليم الجنوبية في شتى المجالات. جهة العيون الساقية الحمراء شهدت إطلاق العديد من المشاريع والأوراش التنموية الطموحة منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. النموذج مشروع الطاقة الريحية بطرفاية الذي يساهم في تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والأوراش التنموية على مستوى الجهة. مشروع واعد انخرطت فيه المملكة في إطار الدينامية والاستثمارات بالأقاليم الجنوبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. تقرير سالك بوجدوح. بعد أن كانت مجرد محطة لسوق بسيط إبان الاستعمار الإسباني، هي الطاح اليوم بإقليم طرفاية تشهد أكبر مشروع للطاقة على الصعيد الإفريقي، الطاقة الريحية المتجددة. مشروع ضخم يدخل ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي دأب المغرب على ضخها بالأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن. المحطة الريحية تضمن قدرة إنتاجية تفوق 300 ميجاوات وتتوفر على 131 مولد للطاقة الريحية بتوربينات تحويل الطاقة وربطها بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء. حجم الاستثمار في هذه المحطة العملاقة بلغ 500 مليون يورو وقيمت على مساحة بلغت حوالي 9000 هكتار، وستمكن من اقتصاد 200 مليون يورو من العملة الصعبة. هذا المشروع الطموح يعد الأكبر على الصعيد الإفريقي والأكثر تأهيلاً للنجاح عالمياً باعتبار المعطيات الميدانية تتمثل في الرياح التي تهب على المنطقة أغلب فترات السنة، ويمثل نموذجاً للمشاريع البناءة ويشكل دعماً لفرص الشغل والعمل المباشر. المشروع الطاقي سيمكن من استجابة لحاجيات مليون أسرة مغربية، وهو قيمة مضافة خاصة وأنه سيساهم بنسبة 15% في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الريحية في أفق 2020. مشروع الطاح الطاقي نموذج لمحطات أخرى واعدة ومثمرة في مجال الإنتاج الطاقي التي باتت تستثمر فيها الدولة بالأقاليم الجنوبية في خطوة تعززت بفم الواد وأخف النير كنقاط كبرى في تعزيز الموارد الطاقية واستثمار للمؤهلات الطبيعية للأقاليم الجنوبية. وببوجدور ومن بين المشاريع التنموية الرائدة بالأقاليم الجنوبية مشروع محطة تحلية مياه البحر التي ستفتتح قريبا. المشروع الذي يعد من بين أضخم المشاريع المائية بالأقاليم الجنوبية بلغت تكلفته الإجمالية 180 مليون درهم وبطاقة إنتاجية كبرى ستكفي ساكنة إقليم بوجدور إلى غاية العام 2030. عن هذا المشروع الضخم يدور ريبورتاج سالك رحالة ومحمد شار. انطلاقا من آبار عميقة قرب الشاطئ بالجهة الشمالية للإقليم، سيتم نقل مياه البحر إلى هذه المحطة الكبرى لتحلية المياه بوسط المدينة. هذا المشروع الضخم الذي تم الشروع في بنائه منذ يوليوز 2013 بلغت تكلفته المالية 18 مليار سنتيم، وسترتفع الطاقة الإنتاجية من حوالي 6900 متر مكعب في اليوم إلى حصيلة إجمالية ستفوق 11000 متر مكعب في اليوم. هذه الطاقة الإنتاجية ستكون كافية إلى غاية سنة 2025، وسيغطي هذا المشروع هذا حاجيات الإقليم إلى حدود سنة 2025. وأما فيما يخص المشروع الثاني فهو يخص تقوية منشآت توزيع عبر بناء خزانات مائية وصهرج عالي، وسيمكن هذا المشروع من تلبية حاجيات المدينة من حيث التوزيع لمدة 24 ساعة على 24 ساعة.
هذا المشروع الضخم قابل للتوسعة بسعة 3500 متر مكعب إضافية في اليوم ابتداء من سنة 2025، وقابل لتغطية حاجيات المدينة إلى أواخر سنة 2030. كما سيتم إنجاز مشروع آخر خاص بتوسيع منشآت التوزيع على مستوى المدينة لينسجم مع الطاقة الإنتاجية الكبرى لهذه المحطة المندمجة. في الرياضة، وبعد تتويجه بلقبي البطولة وكأس العرش، حظي فريق وداد السمارة لكرة اليد باستقبال كبير بعد عودته إلى المدينة، وتنطلق الأفراح والاحتفالات بالإنجاز الرياضي التاريخي بعد تحقيقه للإزدواجية. عامل الإقليم ومختلف فعاليات المدينة خص فريق وداد السمارة باستقبال لتتواصل معه الأفراح بحفل الاستقبال هذا بالقاعة المدينة مغطات. في المتابعة عمر ميارة وتراد البوساتي، مبارك الباز ونيمة المغيفي. تواصلت الأفراح بمدينة السمارة منذ حل فريق الوداد بالمدينة بطل المغرب والفائز بلقب كأس العرش لهذا الموسم، حيث خاص عامل الإقليم مكونة الفريق باستقبال خاص. الحفل تخللته كلمات تنوه وتشيد بإنجاز الفريق والصدى الذي حققه على جميع المستويات، فيما تناولت كلمات مكونات الفريق مسار واستراتيجيته الفعالة منذ نشأته والضرورة الملحة إلى انخراط الجهات المدعمة في الحفاظ على هذا المكتسب واستثماره إلى تحقيق ما هو أكبر في المواعيد الرياضية القادمة والاستحقاقات القارية. اليوم كنحتفلوا مع الجمهور بالقاعة المغطاة مدينة السمارة. هذه القاعة إلى حد الآن الفضل كيرجع لها بهذه الألقاب. القاعة اللي الفريق لم ينهزم فيها قط أكثر من 40 مقابلة، والفريق اللي كيستقبلوا كيكون الضحية ديالو، وهذا الاحتفال عنده دلالة وكيتزامن ملي مع حدث وطني هام عيد العرش، واللي بالمناسبة كل مكونات كرة اليد كتعبر عن ولا وخلاص السد العالية بمناسبة عيد العرش العالي المجيد. تواصلت أجواء الاحتفال هذه المرة بحفل ترأسه عامل إقليم السمارة حين حل الفريق بالقاعة المغطاة. هناك كان على موعد مع جماهيره العريضة حفل استقبل خلاله الفريق القادم بكأسين إلى عرينه، لتنطلق الأفراح والاحتفال بفقرات غنائية تثني في كلمات وصلاتها على ما حققه الفريق، ثم تكريم مجموعة من المكونات. كما تابع الجمهور شريطا لأقوى لحظات الأطوار الختامية لكأس العرش، كما كان فرصة لتكريم كل من ساهموا في هذا الإنجاز الكبير من مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية، وتثمين الجهود التي قامت بها قناة العيون لمواكبة الحدث في كل مراحله. قناة العيون اللي قال عندها فضل كبير قاعدة تتابع في الفريق سواء في العيون سواء في السمارة، مشكورين شكر كبير. فرحة كبيرة، فرحة عامة في المنطقة، الحمد لله، فضل يرجع لله، فضل يرجع للمسؤولين. إن شاء الله من هنا نبدأ الديبار متاعنا لما أحسن من الإنجازات هذه، إن شاء الله يكون الإنجازات في المستقبل أحسن من هذا إن شاء الله. تحقيق الإزدواجية في موسم واحد وحيازة الألقاب والاحتفال بالحدث، أجواء كانت هي الأبرز على مدى شهر كامل من الترقب والانتظار ليصل فريق الوداد إلى تحقيق المكاسب والرهان على ما هو أكبر من الألقاب على المستوى القاري. قراءة في الصحف الصادرة يوم غد في تقرير عياد السبتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: أكد الخبير الأمريكي مايكل روبين أن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية يشكل الحل المسؤول الوحيد لقضية الصحراء خصوصا على المستويين الإنساني والأمني. وأوضح روبين في مقال نشرته الصحيفة الأمريكية Journal of International Security المتخصصة في القضايا الجيو استراتيجية أن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية لا يأخذ فقط بالحقيقة المعاشة على أرض الواقع، وإنما يسير إلى أبعد من ذلك ليصبح الحل المسؤول الوحيد من الجانبين الإنساني والأمني.
أما يومية النهار المغربية فكتبت في عددها الصادر يوم غدنا الجمعة: أصبح يتأكد يوما بعد يوم أن الحركة الإصلاحية التي تحمل اسم خط الشهيد تنازع بجد تنظيم البوليساريو في تمثيليته المزعومة للصحراويين، علما أن هذه الحركة انشقت عن جبهة البوليساريو منذ ما يقرب من 11 سنة، وقد كانت المواجهة الحادة وليست الأخيرة تلك التي واجهت فيها حركة حق الشهيد جبهة البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري في مدينة بيرن السويسرية، حيث توجه أعضاء من خط الشهيد المعارضون للبوليساريو إلى سويسرا من أجل اتصال وإقناع المجلس الفيدرالي السويسري بحقيقة أن قيادة البوليساريو لا تمثل الصحراويين، والعمل على احترام معاهدة جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها حول النزاع مع المملكة المغربية. ومن صحيفة هيسبريس نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف، وكتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أقر تقرير عن وضعية الإرهاب في العالم للعام 2015 أصدرته وكالة استخبارات الأمن العام اليابانية التابعة لوزارة العدل بطوكيو وللمرة الرابعة على التوالي، أن مخيمات تندوف الصحراوية الكائنة تحت السيادة الجزائرية منطقة غير آمنة، وذلك بعد رصد عدد من الاختطافات التي حدثت بالمخيمات، خاصة على خلفية اختطاف عاملين بمنظمات إنسانية بتلك المنطقة. الطبعة الحديثة من التقرير المذكور والتي تعد امتدادا لتقريري كل من عامي 2014 و2013 تضمنت توصيفا دقيقا لسبب تردي الوضع الأمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء، كونه يعود أساسا إلى مساندة جبهة البوليساريو للمجموعات الإسلامية المتطرفة. نتعرف الآن على أحوال الطقس المرتقبة يوم غد الجمعة. ستبقى الأجواء مستقرة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة كما تشاهدون. إذن درجات الحرارة الدنيا ستكون بين 19 درجة بطنطان وستصل إلى 31 بطاطا، 19 درجة أيضا بكلتا الزموها. أما درجة الحرارة العليا فستكون بين 20 درجة بسيدي إفني إلى 44 درجة بطاطا. البحر سيكون هائجا وعلوه سيصل إلى مترين على الواجهة الأطلسية بالجنوب. شروق الشمس بمدينة العيون في الساعة 7:09 والغروب في 8:38. لبعض المدن والعواصم المجاورة درجات الحرارة ستكون بنواكشوط 31 و32 درجة، بنواديبو 27، بباماكو 24، بلاس بالماس 40، بالزويرات وبتندوف 42 درجة، 26 درجة بالعاصمة الرباط. إلى العناوين: جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة في الذكرى 16 لاعتلائه العرش. وبمناسبة عيد العرش المجيد الأقاليم الجنوبية تعرف عددا من الأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى. وعلى امتداد السنوات الأخيرة مشاريع تنموية مختلفة رأت النور بالأقاليم الجنوبية وأخرى في طور الإنجاز. في النشرة توقفنا مع المحطة الطاقية بطرفاية ومحطة تحلية مياه البحر ببجدور. يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snp.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.com. يمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون. كما تلتقون مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. ختاما، هذا كريم حضر يحييكم، أطيب المنى
وإلى الملتقى. رائعة هي الصورة البلاغية التي رسمها جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه للموقع الجيوستراتيجي للمملكة المغربية حين شبه المغرب بشجرة جذورها المغذية في إفريقيا ومتنفس أغصانها في أوروبا. هي نعمة من بها المولى عز وجل على هذا البلد الأمين لا توازيها سوى نعمة قيادة رشيدة عرفت كيف تستثمر هذا الموقع ليكون جسرا بين الشمال والجنوب. دور المغرب الاستراتيجي في القارة الإفريقية يستدعي استحضار موقعه الجغرافي المتميز الذي يحتم على كل مبادرة سواء من الجانب المغربي أو من طرف أي دولة أخرى أن تضع في الحسبان استراتيجية هذا الموقع، على اعتبار أن المسافة التي تفصله عن القارة الأوروبية لا تتجاوز بضع كيلومترات، إضافة إلى ارتباطه بالقارة الإفريقية.